ما يمكنش انسان ياخذ هذه القضيه ديال الوباء بانه راه داك الشيء راه ما كاينش، راه كاين داك الشيء. انا اللي بغيت نقول لك واحد السر بانه انا دوزته من البدايه ديالو 15 يوم، ولكن ما مشيت لا درت لا ليز لا والو، فهمتيني؟ مشيت بقيت في داري 39 درجه، كتفاري بين 37 38 39، وراه 39 درجه، راه الحراره، راه الضيق في النفس، راه فهمتيني؟ ما تنعش، راه اسنانك يبداو يقفقفوا، راه هذه تغطى تعوم ثلاثه المرات اربعه المرات، تتشونجي في المسائل ديال الحوايج ديالك، فهمتيني؟ راه خطر، راه فخطر. اللي كنطلب من المواطنين فهمتيني انه هو، لانه هذاك انا بنفسي انا راه داس عليا، ولكن بالفكره ديالي راه خديت شي مسائل ديال التوابل اللي انا بالعشوب، راه داويت راسي، داويت راسي اولا، انا داويت راسي بالنفع، النفع كانت كبير باليد ديالو، كطيب الماء بحال اللي غدير اتاي، وكدير داك حبات ديال النافع بحال الكمشاده بحال هكا، تلوحها ولا بحال العاشق، وتكب فوق منها الماء طيب، تخليه واحد نص ساعه ولا ساعه ولا شي حاجه، كيطلق ديك الاروم ديالو، وكتبدا تشرب، تيبدا يهف بحال الكاس ديال اتاي، ما تبغي تشرب اتاي، كتبدا تشرب، والحبيبات اللي طاحوا فمك تنضغم، والحلبه لانه كتعمر واحد القرعه كبيره، ودير فيها الحلبه، وتخليها تترطب، كتعطي المسائل ديالها، ملي كتخرج داك الاروم ديالها هذا، كتبدا تشرب. والحبه اللي طاحت تندغى، والحمد لله بقيت غادي بحال هكا، وكاين تبخرت عاوتاني، تبخرت في الكاليبتوس والشيح، ومعايا ولادي كل شيء، والان كل شيء بخير ولا خير. ما مشيتي لا طبيب؟ ما مشيت لا طبيب، ما شفت حتى شي واحد، داويت راسي في داري، ولادي معايا وكل شيء معايا. حاجه وحده من اللي اول ما شدتني السخانه، جبت الطبيب عندي في الدار، دار لي السيروم ودق لي بره ديال الحراره، وقال لي باش ما نكون باش ما نبخسوش لي الجهود ديالو والراي ديالو، لانه راه طبيب هذاك، فهمتي؟ قال لي خاصك دير اناليز. انا بالعكس، انا ما بغيتش نمشي. علاش ما بغيتيش؟ ها؟ انا ما بغيتش نمشي، بغيت نشوف راسي انا واش عندي المضادات، فهمتيني؟ وعندي المناعه كاينه ولا ما كايناش، جربت راسي في راسي، يعني بغيت نشوف راسي واش عندي المناعه بالضبط، ولا وصلت راسي ماشي هذيك، نقدر نمشي نلتجئ عندهم. وما خفتيش؟ ما خفتش على العائله ديالك؟ ما خفتش، ما خاف حتى واحد. كاين الكاليبتوس البخور فهمتيني، كل الصباح كل عشيه، هذاك الشيح الصباح وعشيه فهمتيني، وناكل المسائل ديالي، وكناكل اسيدي التومه بالحليب، التومه بالحليب اللي كتقوي المناعه، هي والنافع والحلبه. يعني انت التجئتي للتداوي؟ انا التداوي بالاحجاب وبلا ما نصدع البلاد، داويت راسي بولادي ما تقاسوش، لانه كيشربوا هذاك الشيء اللي كنشربوا انا، والحمد لله. راه حنا كنشوف والدينا كيفاش كان يمرضوا، واش كان يديروا، وكان يعاودوا لنا كيفاش كيداواو، داك الطاعون اللي داز في 1949 فهمتيني، داك المرض اللي كان فيه الجفاف والمرض، راه ما دوزنا والو حنا. حنا لقينا الاطباء ولقينا الوسائل متاحه لنا باش تعالجنا وباش المسائل ديالنا، اما الناس راه والو، الجوع والوباء. وشوف الناس كيفاش جات، ولدونا وكبرنا وجينا فهمتيني، خاصنا نبقاو شادين واحد الفكره اللي هي مساعده ماشي رسميه، كنقول لك فهمتيني، راه كله كيفاش كيداوى. وشوف الدم ديالك شناهو. لانه ولا كان عندك واحد الفصيله ديال واحد الدم، لانه الدم راه هو فصائل فهمتيني، راه كاين الاموا وكاين الاو بليس او موا فهمتيني، راه كل الدم عنده الدور ديالو. ايوا الحمد لله خرجت منها سلام بخير وانا بخير ولا خير. وباش كتنصح المواطنين دابا خصوصا ارتفاع الحالات الوبائيه هنايا في الدار البيضاء؟ ونقول لهم صراحه هذاك الشيء اللي كيدير بعد اللي كنشوف انا كمواطنه، ماشي كمسؤول ولا شي حاجه، كمواطن راه عيب. واش الدوله قائمه الذات كلها كتغوت ومسخره كاع اطقم الطبيه فهمتيني، لمصلحه الشعب، وانت في الحومه فهمتيني ما كتعير حتى اي اهتمام لهذا المرض هذا، راه عيب، راه عيب. راه كاين المرض، راه نهار يقيسك راه تعرف حقه، ما
نهار يقيسك المرض راه غادي تعرف حق المرض بانه كاين. علاش انت خويا ما تلتزمش بداك الشيء اللي واش الدوله عناد وقالت لك راه كاين المرض هاكاك؟ وراه شوف الاطقم الطبيه كي دايره مساك، كاين اللي ليل ونهار، كاين اللي كينهار وضاربين تمر على قبلاش، لا قبلنا. خصنا نعاونوهم نحترمو، خويا ما نهضرش معاك، خويا ما تسلمش عليا، صافي. ما تسلم عليا ما نسلم عليك. سير بعد مني الليل مشينا ميتر ونص جوج ميتر بسلامة، السلام عليكم من بعد. وما نجيو بحالو كننفعو باش هذاك الوباء يزيد بحالو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.